خلت رجيت حكي ومن ذاك اليوم حلفت مع الطبه فقدت يا يما نفداش قالت عيوني الله اللي خلقها ويعتني بها اما لي علاج هنيه علاجنا احسن من علاجكم اول ما بهاللي يشتغلون في عيوني مسلمين وهذولك ما لهم لا دين ولا ملة وثاني ما بهذول بيبروفون بذاك مو ابراهيم هذا راق حز وحلفت مع راق الحمد لله علمنا العلماء يا الحمد لله على بلادنا ما يجب يا صالح والله يبارك لك الحاز ذي ما يجب ليه كلام ما يجب زي الرجي ولا شوف له حل ولا عصا معك لا والله لا والله ما تجي انت جت المشاكل يا ويلك خلاص خلاص اجل اجل يا عيال ابو حمود نبيك في وصيه موصايلها من عند ربيع القحطاني طالع منه اخو تعال اخو لا 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 لا, لا انا مالي شغل انا مالي شغل انا خلاص محمد اخيك انا اقول هذه موصايه من عند ورب راسي شوف راسي امسك امسك لك امسك لك اسمه يوسف اضرب نفسه يو جابو جابو داسبر يا الله جابو داسبر من داين الصبيان واجي لا تجي يا بشر بالوفا بس بس واجي لا من داين الصبيان كابو هذه الوصية الثانية من أبوك يا حمود أنا أبوك يا حمود والله فيك ألحقك